معنا مشاهدينا الكرام من أثينا دبلوماسي والأكاديمي والعراقي دكتور فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك دكتور فاروق معنا. نبدأ من ما نشرته واشنطن بوست، ذكرت أن تظاهرات العراق أضعفت فرصة فوز العبادي بولاية أخرى، هكذا ذكرت الواشنطن بوست. هل تخلت واشنطن عن دعم العبادي برأيك؟ أنا أعتقد ليس التظاهرات فقط، وإنما الصراع الدائر بين القوى المتصارعة داخل مجموعة الأحزاب الشيعية هي لم ترجح العبادي بالأساس، وكان هناك مراهنة على أن يكون شخص آخر غير العبادي، إضافة إلى أنه العبادي لم يحقق أي شيء لا للعراقيين ولا للأمريكان، حتى نفسهم كان إنسان ضعيف غير قادر على اتخاذ قرارات. مواعيد الإصلاحات كانت كلها مواعيد لم تحقق أي شيء، فأعتقد أنه من الضروري أن يتم الابتعاد عنه. أيضا الواشنطن بوست ذكرت أن التظاهرات قد تسقط الحكومة في العراق، هل يستطيع برأيك هذا الحراك الشبابي إسقاط الحكومة؟ أتمنى ذلك. الحراك للأسف لحد الآن لم يأخذ نفس المستوى اللي المفروض أن يكون، يعني عندما شفنا الحراك في العام 2014 كان حراك جماهيري قوي ومؤثر ولكن لحد الآن لا زال الحراك هو، نتمنى أن يصبح يشمل كل المحافظات وأن يشمل من المحافظات من الجنوب إلى الشمال إلى الغرب، وأن يأخذ مدى انتفاضة ومدى الاعتصامات لإسقاط هذه السلطة الفاسدة. هذا المدى هل ستسمح به أمريكا وإيران بصفتهما راعيتين للعملية السياسية؟ ستسمح بهذا المشروع الشبابي الحراكي؟ باعتقادي أن إيران بعد ما اتخذ قرار الحظر وقرار فرض الحصار ربما تكون الآن هي من الضعف في سبيل أن تحمي العبادي أو تحمي السلطة. الآن هي تتجه لحماية نفسها ولتمكين نفسها من مواجهة هذه الإجراءات اللي اتخذت بحقها، فربما تكون الآن هي في موقف ضعيف غير موقف عام 2014 وعندما كان قاسم سليماني وكان المالكي قادرين على اتخاذ القرارات لسحق أي مظاهرة أو أي انتفاضة. بعض المراقبين يقول بأن العبادي يعني بإمكانه ببعض الإجراءات التي يقوم بها الآن بإمكانه نزع فتيل هذه الأزمة التي تعصف بالحكومة، ما رأيك دكتور فتيان فاروق؟ يعني هو الموضوع الحقيقة أنه صعب جدا في العراق ككل، يعني الآن لحد الآن القوى المتصارعة، انتخابات جرت 12 مايو 12 أيار، لحد الآن لم يعلن أسماء الفائزين بشكل واضح. العبادي لم يستطع تشكيل كتلة رغم أنه حاول أن يتحالف مع أكثر من قوى، لم يستطع أن يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان. العبادي أصبح غير قادر على أن يتحرك بالشكل اللي كان يتحرك عليه في أول سنة لاستلام السلطة. العبادي الآن يواجه ميليشيات غير منضبطة، ميليشيات تمتلك القوة العسكرية وتمتلك القوة المادية وتفرض سيطرتها في أكثر من محافظة وحتى في بغداد. وإضافة إلى ذلك النزاعات العشائرية اللي الآن نشوف في كثير من الأحيان تتراجع القوة الأمنية أمام قوة الميليشيات أو أمام قوة العشائر المسلحة. فأعتقادي أنه العبادي لا يمتلك ورقة الحل ولا يمتلك السلطة الأقوى. شكرا جزيلا لك من أثينا دكتور فاروق فتيان راوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي.